إدارة السيد الرئيس حياة كريمة وحرصه على اللي عندهم مشاكل بالنسبة للمنازل والمشكلات دي بيحاول بيحلها بقدر الإمكان. لكن في عندنا بعض الأسر المنسية بمركز الفتح قرية الوسطى، وطبعا للأسف البيت أصحابه خايفين فأي لحظة من كتر الشروخ اللي فيه ان المنزل ده يتهد في أي لحظة. أنا بصراحة ما اتحركت صغير لما لقيته خلاص بيتدهور عليه. بيتدهور. حرام إن نسيب أولاد. تمام. باين 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 يا حاج باين. طب انا عايزك يعني يا حاجه يعني تقولي كلمه للرئيس ان شاء الله خليه ويبارك فيها وينصر وتعالى على الشعب وقلب عطوف على الشعب. طبعا لازم تمام. مش هيربيك ان اطفال زي دي تتعرض. يعني انت بتنجد الرئيس يا ريس اولادك البيت معرض ان يقع بيه. ايوه وطي ان وما فيش حد مصدر رزق. اي مصدر لا رزق. واصل ابدا والله. يعني شفتك ولا عم تصرع والله مؤاخذة واصل وخايفين البيئة يقع حقيقة. تمام. ما كملوش تعليم بسبب مفيش الا الواد اللي هو ثالث واحد في الاولاد اللي هو في المهني. طب انا عايز اسال سؤال، هل هي ما تركتش الباب على التضامن على ال ال مش خبره مش خبره انها تطلع ولا تدخل. يعني هي ما تعرفش تتعامل تتعامل مع حد ولا تتكلم. طب ليه ما حدش فيكم مثلا يعني عرض عليها انها تروح تضامن وتسال؟ بصراحه سالت كتير صوته ما وصلش طبعا. ما فيش حد ساعدني، ما حدش كبير ساعدني. تمام. لقيت نفسي لوحدي ولما اصحاب يمكن انا بلاحظ انت بتقولي لي برضو ان هنا في قريه الوسطى ما فيش بيوت تم بنائها او حاجه زي كده. لا ما فيش، قالوا الوسطى لا ما وصلولهاش. عملوا في العرب. تمام لسه ما وصلش. والاماكن المنزل مطلقة ومعها 6 أولاد وليس لهم أي مصدر رزق خالص إطلاقا. وطبعا البيت الذي يأويهم في أي لحظة يعني زي ما احنا شايفين دلوقتي احنا داخل المطبخ وطبعا الأستاذة من الجيران وطبعا بتحاول على قدر الإمكان يعني بتوصل صوتهم. انا عايز اتكلم معاها برضو يعني اقول لها المشكلة تحب تعرضيها واخد بالك بالنسبة للمنزل، هل عايزين يتهد ويتعاد تاني ولا ايه المطلوب بالظبط؟ يتهد ويتعمل يعني بحيث يكون امن ليهم ما يسقطش عليهم. تمام. انا عايز اعرف برضو الظروف اكتر، معاها 6 أولاد وهي 6 أولاد، الكبير 18 سنة الصغيرة فيهم 4 سنين. تمام. طيب مراحل التعليم وطبعا ما قدروش تصرف على التعليم لما بقيت اللي.